ورجعنا لكم ومكملين معاكم ببرنامج فطارك عندنا. صارت او خلصنا اول شيء الكفته داود باشا. أيوة. وهلا خلصنا المنسترونه. مزبوط. وفي كمان قبل ما تحكي لنا ايش الخطوه الاخيره تاعت السوب. انا هلا عم بتدرب عشان اصير شيف يوم الايام. وهلا رح نعمل كمان حاجه حلوه اسمها جرانيتا، انا ما بعرفها صراحه، رح اتعرف عليها معاكم انتم كمان. وبرضه مشاركاتكم بالزبط. ما تنسوا تحكوا لنا شو وظيفتكم او شو دوركم بالبيت. طبعا اكيد تقدروا تواصلوا معنا على ارقامنا اللي عم تظهر على الشاشه وبرضه على موقعنا على التواصل الاجتماعي. يلا بينا دلوقتي نعمل اخر خطوه في المنسترونيا. نزلت شويه بيف بيكن بس هنزل معاكم شويه كمان عشان تشوفوا الفكره بقى ان ده بيضيف طعم بجد خطير. وهو بروتين بيصير كمان بالشوربه، وجبه كامله متكامله. وجبه كامله متكامله زي ما راند بتقول. احنا بس سيبنا الشوربه شويه فهي ايه البتاعه الباستا شويه نفشت، وهنقدمها على طول. ازود خضار اكتر هنا اهو. انا ما عندي مشكله اكلها صغيره كبيره فاشله. بتموت في الباستا زيي. احنا مدمنين باستا عن جد، مش معاش زاكيه، بموت فيها. ماشي ماشي. لعبه شو رايك قبل ما انتهي؟ اسالينا اسئله عبال ما بدي اقرا شويه مسجات صراحه قبل ما انت تعمل الصحن بتاعك. يلا. في عنا هنا مشاركه من رضا. رضا يا مساء الهلو والجمال والقشطه والعسل والمايونيز والكاتشب والجرانيتا. كمان عم تحكي انا اللي بضحكهم وبضيف البهجه في كل مكان في البيت. في احلى من هيك عن جد؟ في احلى من انه دائما يكون في انا بحكي مونكي او قرد صغير بالبيت هيك دائما يضحكنا ويحطنا باجواء حلوه. الواحد مرات بيرجع من الشغل تعبان عن جد بس مش عاوز يسمع ولا حاجه، بتلاقي لك حدا من افراد العيله الا يرمي له كلمه من هون عن جد يرجع يرسم بيلطف الاجواء بالضبط على وجهك. ملطف بالضبط. وفي كمان هنا عبد العزيز بيقول لي انا دوري الشرير. انت كاين شرير وانت صغير بالبيت عن جد؟ لحد سن معين، لما كبرت في المراهقه كنت الشرير، بس وانا صغير كنت الهادي المطيع الجميل. طلعت الفرقيه على كبر يعني بالزبط. صارت جاهزه؟ جاهزه دلوقتي. المنستروني خلصت. الطنجره الي الطنجره بتاعتك خلاص. اوكي. الحله ديل. ايش المواعين؟ الحله المواعين. لا مواعين خليجي. طب ايش يعني المواعين بالمصري؟ الحلل. طب ما هي انا قلت حله. ايوه ما انا حلا مظبوط وانا ما قلتش لا. التنتين يعني بقدر احكي عنهم هيك وبقدر احكي عنهم هيك. اوكي بيرفكت. انا عايز بقى ايوه دي اللي بتحط هنا اهو عشان نبتدي نعمل ايه؟ الجرانيتا. الجرانيتا. جرانيتا. ايوه. الجرانيت بتعرف ايش يعني جرانيت عندنا؟ يعني ايه؟ بلاط. نوع بقى. لا غير الجرانيت ده برضه عندنا. بس انا فكرت عاوز تطعميني بلاط عشان هاخدها معايا برضه. تعالى اقول لهم الاول المكونات قبل ما ايه ما اشيل الحاجات دي. هناخد في الجرانيتا دي هي جرانيتا برتقال. انا اصلا ما شرحتش هي ايه الجرانيتا. فاكرين زمان اللوليتا اللي كنا بناكلها بتتجاب من الكشك او من السوبر ماركت؟ اللوليتا دي اللي بنقعد نمصها. اوكي. فاكرها في بتاع بلاستيك؟ مش فاكرها بس اوكي. ماشي. فدي عباره عن ثلج مجروش مجمد بطعم فاكهه ايا كان هي ايه. فالنهارده هنعمل الجرانيتا او اللوليتا اللي بالبرتقال. على النار هنحط شويه ميه، هقول لكم مكونات وانا بعمل الخطوه دي. ماشي. وهنحط عليهم سكر اهو والمكونات عصير برتقال وميه وسكر وفراوله للتزيين ونعناع للتزيين وبشر برتقال هنحطه عشان يقوي الطعم جدا. لما يجي كده في بقنا يبقى فيه شويه مزازه على شويه حمضيه على شويه ايه زي السلاش هي يعني اعلى من السلاش يعني مجمده اكتر من السلاش. اوكي ماشي. فهنقلب الكلام ده على النار. السكر يدوب. اول ما يدوب السكر هنعمل ايه؟ هننزل عليه البرتقال بشر البرتقال. البرش او يندمجوا بالظبط. اوكي. يندمجوا مع بعض وخلاص هنسيبهم يبردوا. وهقول لك على طريقه سهله جدا 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 جدا. وانت بتحط الاورنج جوس بعد ما السكر يدوب. اوكي. والبرش مع بعض بتحطهم بالظبط. احنا أوكي. بس هنا الميه دي ايه فايدتها؟ ان احنا نسخنها عشان السكر يدوب فيها كويس، نتاكد 100% ان مفيش سكر عشان ما يقرش تحت سنانا. لانه ما بيدوب الميه بارده بالظبط. صح بالظبط. هيدوب بس الفتره طويله وهيقرفنا، فليه نسخنه شويه بالزبط. وبعد كده كمان بشر البرتقال لما ينزل في ميه سخنه يبقى احسن من ميه ساقعه عشان برده ناخد طعمه ونزل الزيوت بتاعته بالظبط. شفت كيف اني شاطره؟ برافو والله، بتعلم والله من الحلقات على فكره علي. يعني اتطورت جدا في المعلومات. كانت في الاول ساكته بعدين ابتدت تحكي بعد كده ابتدت خلاص بقى يعني بعد كده هاخد المريله وانا اللي هطبخ يعني اتفقنا عليها. هي اتفقنا دي انا سامعيني اكيد انا عندي وعدي. بعد كده هنزل بشر البرتقال كله. خلينا ناخد طعم قوي
وخلاص سكر داب. هننزل العصير البرتقال نفسه. سهله قوي، هي خلصت الوصفه. خلاص هقول لك دلوقتي هنعمل ايه وهتبقى خلاص فينيتو. خلاص فينيتو. طب احرك ولا ما احرك؟ اعمل اي شيء. حركي براحتك، عايز حركي تمام. طب اعمل. طب وايش ايش اتفضل. بحب انا صراحه هيك. هنعمل ايه بقى يا رند؟ هتعمل ايه بعد ما تخلص دي؟ هجيب هنا اهو، معلش هاخد موبايلك احطه هنا. و موبايلك قناه مبدئيا. اوكي. عاوز تديني اعطيه موبايلنا. موبايلنا كلنا بالظبط. ممكن أوكي. نعمل ايه بعد دلوقتي؟ احنا نتخيل ان هي بردت وهننزل منها شويه. هنا هنجيب صاجات كده اهو مفروده وهننزل منها شويه، مش كتير. ليه مش كتير بقول؟ عشان يبقى السطح اللي احنا نزلنا فيه الجرانيتا ده بتاع الصاج قليل. ليه بقى؟ عشان ده هيدخل الفريزر. ممكن نحط في الفريزر مثلا يجي 4 من ده. اوكي، يعني نحط من ده مثلا 4 لو هنعمل عيله كبيره. هوريكم الكميه دي بتطلع قد ايه جرانيتا. هجيبها دلوقتي من الفريزر. يعني جاهزه كمان ولطيف صراحه، شكلها زاكيه. وبهالاجواء هاي الواحد بيكون عطشان اصلا. بص بقى المنظر ما احلى. احنا بقى بنعمل ده ازاي؟ يعني ازاي بنوصل لده؟ هقول لكم حالا. طب هلا سؤال، لما تدوب ايش بصير فيها؟ لما تدوب يعني ايه؟ يعني لما تسيح. هتسيح هتبقى عصير. بترجع عصير. يعني بقدر اشربها. بالظبط. هذا اللي بفكر فيه عشان بس اخذها. طيب احنا بنعمل ايه بقى؟ بناخد الصاج ده بنفتح عليه مثلا كل نص ساعة ساعة على حسب الفريزر قد ايه قوي. وبنعمل ايه بالشوكة؟ هي هتبقى عاملة زي كريستالات اولية زي دي. فهنعمل كده اهو، هنحركهم، هنعمل كده وكده وكده، ندخلها الفريزر تاني عشان كلها يتجمد. فهتعمل كريستالات وهتتحول لكده بعد مثلا 3 ساعات ولا حاجة، بقت عندنا جرانيتا. بيوتيفل. هاي اول مره بعرف هلا. وكثير سهله قوي. كثير سهله عادي، مش مشكله، بعملها انا بالبيت. بالضبط. خليها مش مخدعها، خدها انت اليوم. ولا حاجه، هي بس انت بتمكسي الحاجات مع بعض صح؟ بتمكسي. شفت انا ايش قصدي؟ بتحط الانجليزي مع حركات اللهجه كثير على طول. بنعمل كده. انا بنقي الاداء. ايوه. بنقي الاداء المناسبه اكتر. وبعدين هنقدمها بكاسات، نحط عليها فراوله، نحط عليها توت، نحط عليها نعناع من فوق. ممكن تعملوها بأي نوع فاكهة تاني، مش لازم برتقان بس. أي نوع تاني بيضبط. الوصفة دي هيعشقوها. بس المهم إشي بنبشر. بالظبط. أوكي. لا عادي، أي إشي ينفع يتحول عصير. أوكي. يعني أي حاجة بتحول عصير. جوافة، مانجا. بالظبط. تفاح. هتظبط. موز لا. بص الفخامة. عن جد الفخامة. بولا حاجة. يعني إبداع صراحة عمر عن جد. والاطفال دي بدل ما نشتريها بقى الصناعيه من السوق، نعملها بالبيت طبيعية. بعصير فريش. فبتحسش اي نوع من انواع الذنب وانت عم تعطي ابنك او بنتك. ممكن تغيري كمان السكر بالعسل. ممكن أحسن. تحطي سكر ستيفيا طبيعي. اوكي. اللي هو بديل السكر. اللي هو بديل السكر. حتى الناس اللي بيعانوا كمان من السكري بالزبط. عندهم امراض معينه ما بيقدروا انهم ياكلوا، شيء حلو بيقدروا يستبدلوه بالمحليات الثانيه. بالضبط. هنحط فراوليه. ليش ما خليتني انا اعمل برزنتيشن؟ كنت بستناك ايش اهو بعد ما خلصت. خلاص ما بدي ادخل دي الفريزر. وانا بدي احرد وبدي احرد. وبعدين انت اللي قلتي ان قلتي متاخر على الموضوع ده، انا اعرف ازاي يعني. يا ما انا بستناك، ما انا ساكته. انا اسف، ما حكيتش، ما برمتش كثير صراحه. يلا مش مشكله. طب شو رايك شو وضعنا احنا هلا؟ احنا هلا دلوقتي هنقول لهم احنا عملنا ايه. بس بروق. انا بروق. ما مروقتش. وانا بزين. يعني هعمل ايه؟ وانا ببرم. وانا بطبخ. وانا باخذ الاكل. عن جد. هاي في العلاقات العاطفيه. يلا هاجي دلوقتي حالا اقول لك احنا عملنا ايه النهارده. عملنا كفته داوود باشا، خطيره جدا. قدمنا معها روست، تقدروا تاكلوها مع اي حاجه تانية. وكمان عملنا شوربه المينستروني بالبيف بيكن وحفله خضار كتير مع بعض، كانت خطيره. كمان عملنا جرانيتا البرتقال زيناها بالفراوله والنعناع. وصفه سهله جدا هيموتوا فيها الاطفال، وكمان تبرد القلب زي ما بتقول. عن جد بتشهي صراحه المنيو لليوم. بس زي ما قلت لك مسامحتك بالجرانيتا، هعملها بالبيت، الباقي هحمله معي واروح. وانتم كمان المشاهدين اكيد بدي اتمنى لكم افطار شهي وصيام مقبول ان شاء الله. واكيد لقائنا يتجدد غدا بنفس الوقت. من هون لوقتها ديروا بالكم على حالكم. واكيد اللي عمل اي وصفه من الوصفات اللي بتقدروا تلاقوها على اليوتيوب شانل او على السوشيال ميديا، صوروها وبعتوا لنا اياها. باي باي، اشوفكم بكره افطارك عندنا.